بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل شرح المحاضرة الثالثة من محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن الفيوز. تكلمنا في الجزء الأول من المحاضرة عن مقدمة ونظرة عامة عن الفيوز، وفي الجزء الثاني تعرفنا على الكوردينيشن بين الفيوزز في الباور سيستم، وفي هذا الجزء بندرس تأثير الحرارة الخارجية المحيطة بالفيوز على أداء الفيوز. فإذا بنعرف كيف يتغير أداء الفيوز بناء على تغير حرارة الجو الخارجي المحيط بالفيوز. طيب، بالنسبة لتأثير الأمبيانت تمبريتشر على أداء الفيوز، طبعا المقصود بالأمبيانت تمبريتشر هي درجة حرارة الهواء المحيط مباشرة بالفيوز. وطبعا تتأثر هذه القيمة بحرارة الجو وحرارة بعض الأجهزة القريبة، مثل لو كان في ترانسفورمر قريب من الفيوز، أو مثل الريزيسترز الموجودة في الدوائر الإلكترونية الصغيرة. فمن المعروف أن الفيوز علاقته ليست علاقة مباشرة مع الكرنت، وإنما بالحرارة اللي تنتج من الكرنت. فكل الاختبارات اللي تعمل على الفيوز والكيرفز والستاندرز تكون عند درجة حرارة ستاندرد، وهي متعارف عليها 25 درجة مئوية. طيب، لو تغيرت الحرارة إلى مثلا 60 درجة مئوية، بالتأكيد بتكون عندنا بعض الانأكيوريسيز وبعض الادجستمنتس اللي لازم نعملها عشان نعكس هذا التغير على أداء الفيوز بشكل صحيح. فكل ما زادت درجة الحرارة المحيطة بالفيوز، طبعا الفيوز ما يعرف أن الحرارة هذه ناتجة من زيادة كرنت ولا من حرارة الجو، فيمكن أن حرارة الجو تتداخل مع الحرارة الناتجة من الكرنت، وبالتالي الفيوز قد يوصل للميلتينج بوينت بشكل أسرع من اللي مصمم عليه. والعكس صحيح بالنسبة لو انخفضت حرارة الهواء المحيط بالفيوز إلى درجة حرارة منخفضة جدا، فبيكون لها تأثير سلبي على أداء الفيوز. فمثلا قد يكون عندنا فيوز مصمم على ريتد كرنت 1 أمبير، طبعا 1 أمبير عند 25 درجة مئوية. فلو مثلا ارتفعت الحرارة المحيطة بالفيوز اللي هي الأمبيت تمبريتشر وليست حرارة الفيوز إلى مثلا 50 درجة مئوية، بالتأكيد بتتأثر الفيوز من هذه الحرارة، وبيصير تداخل لهذه الحرارة مع الحرارة اللي تنتج من مرور الكرنت في الفيوز، فقد يفصل الفيوز عند قيمة كرنت أقل من اللي مصمم عليها، يعني أقل من 1 أمبير، يعني مثلا 0.8 أو 0.75 أمبير، فيعمل تريب في وقت مبكر أقل من الوقت اللي المفترض يفصل فيه. طيب، لو انخفضت الحرارة مثلا إلى ناقص 40، الفيوز يقدر يوصل إلى زيادة تقريبا 20% من الريتد كرنت، يعني تقريبا 1.2 أمبير. طبعا حسب نوع المعدن المستخدم تختلف هذه النسبة، فمعناه هنا أنه قد يسبب خطورة على الإكوبمنت. بدل من أن يفصل الفيوز عند 1 أمبير، هنا بيسمح مرور كرنت أعلى من هذه القيمة اللي هي 1.2 أمبير. فهذا الفيجر يوضح تأثير الأمبيينت تمبريتشر على قيمة الريتد كرنت الحقيقية. فهنا عند 25 درجة مئوية تكون قيمة الريتد كرنت 100% من القيمة اللي مصمم عليها. يعني لو كان الفيوز مصمم مثلا على 50 أمبير، فعند درجة حرارة 25 درجة مئوية بتكون قيمة الريتد كرنت برضو 50 أمبير. أما مثلا لو كانت الأمبيانت تمبريتشر 80 درجة مئوية، قيمة الريتد كرنت بنعمل لها adjustments بحيث نقسم قيمة ال 50 أمبير على هذا الفاكتور، واللي هو تقريبا 0.95، يعني 50 على 0.95 يعطينا 52.63 أمبير. معنى هذا أنه عند قيمة الأمبيانت تمبريتشر 80 درجة يجب أن يصمم الفيوز على ريتد كرنت 52.63 أمبير. هذا الجدول يوضح درجة الانصهار لأشهر الميتلز المستخدمة في تصنيع الفيوز، يعني هنا للتن 230 درجة مئوية، وللرصاص 328 درجة مئوية، وللزنك 419 درجة مئوية، وهكذا. طبعا هذه القيم تعتبر low melting point، يعني درجة انصهار منخفضة، ولهذا السبب أغلب الماتيريالز المستخدمة في الفيوزز تصنع من هذه المواد. طيب، مثلا عندنا لود يسحب 1.5 أمبير وبنستخدم معه هذا الفيوز، بنعمل سايزنج لهذا الفيوز في حال تركيبه في درجة أمبيانت تمبريتشر 25 درجة، وفي حال كانت الأمبيانت تمبريتشر 70 درجة. وهذه خصائص الفيوز الكيرف A اللي توضح علاقة نسبة الريتينج أو الفاكتور مع التغير في الأمبيانت تمبريتشر. فمثل ما ذكرنا سابقا، لعمل سايزنج للفيوز نضرب النورمال كرنت اللي هو 1.5 أمبير في السيفتي فاكتور،
وهنا نعمل له adjustments بناء على درجة الحرارة. فبنقسم على الفاكتور المناظر لدرجة الحرارة، هنا عندنا 25 والفاكتور المناظر 100%، فإذا نقسم على 1 ويعطينا في النهاية الريتد كارنت للفيوز 2 أمبير. طيب الحالة الثانية، لو كنا مثلا بنعمل انستوليشن للفيوز في مكان يتوقع ان الامبيينت تمبريتشر 70 درجة، كيف نعمل السايزنج؟ من الكيرف واضح هنا ان الفاكتور عند 70 درجة هو 80%، فنقسم على 0.8 ويعطينا 2.5 امبير. فنقدر نقول ان الفيوز اللي عنده الريتد كارنت 2.5 امبير عند 70 درجة مئوية يعطينا نفس اداء الفيوز اللي عنده الريتد كارنت 2 امبير ولكن عند 25 درجة مئوية. وفي كل الحالتين النورمال كارنت او اللود كارنت هو نفسه بالضبط، الفرق انه في حالة السبعين درجة امبيانت تمبريتشر كبرنا قيمة الكارنت اللي ينصهر عنده الفيوز بسبب دخول مصدر حرارة خارجي قد يسبب انصهار الفيوز عند قيمة كارنت اصغر. وطبعا نقدر نقول ان الخلاصة تأثير الحرارة الخارجية المحيطة بالفيوز على اداء الفيوز يعتمد على نوع الميتل المستخدم في الفيوز. فلو نلاحظ مثلا هنا عند الفيوز B تأثير الحرارة محدود جدا، مثلا عند 25 درجة مئوية الفاكتور يكون 100%، وعند 50 درجة مئوية تقريبا الفاكتور قريب جدا من 100%، فالتأثير يكون صغير جدا. أما مثلا لو استخدمنا الفيوز C فواضح من الكيرف ان اداء الفيوز يتغير بشكل كبير جدا. المحاضرة القادمة بإذن الله بنتكلم عن مقدمة ونظرة عامة عن السيركت بريكرز.